بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أود أن أرحب بأخي وحبيبي الأستاذ المساعد الدكتور صاحب جاسم حسن، ضيفا وليس ضيفا بل هو من أهل الدار من كلية الفنون الجميلة جامعة البصر. حياك الله وبياك أخي العزيز الدكتور صاحب. وأرحب أيضا بأختي الفاضلة الأستاذ المساعد الدكتور بان محمد عدي، وأخي وصديقي الفاضل الأستاذ المساعد الدكتور قيس عيسى عبد الله، مشرفا على هذا الجهد العلمي. وأرحب بأخي العزيز الأستاذ هاشم زكي محمد عدي الباحث، وأرحب بالسيد رئيس قسم الفنون التشكيلية هذا الأستاذ المساعد الدكتور المدرس الدكتور رائد حسن. حياك الله دكتور، وأخي دكتور فراس، وأخي أستاذ ثائر، وكل الأخوة طلبتنا الأعزاء الحضور، أسعدتم صباحا. اليوم نناقش البحث الخاص بهاشم وفق الأمر الجامعي، تشكيل لجنة مناقشة إشارة إلى كتاب عمادة كلية فنون الجميلة المرقم العدد 7/18/349 في 15/10/2023. تقرر تشكيل لجنة مناقشة طالب الدراسات العليا الماجستير هاشم زكي محمد عدي قسم الفنون التشكيلية رسم حول رسالته الموسومة الدلالات الشكلية لعناصر البيئة في العلامة التجارية للمؤسسات العربية، من السادة المدرجة أسماءهم أدناه: أستاذ الدكتور تحير علي حسين رئيسا، أستاذ مساعد الدكتور صاحب جاسم حسن عضوا، أستاذ مساعد الدكتور بان محمد علي حسين عضوا، أستاذ مساعد الدكتور قيس عبد الله عيسى عضوا ومشرفا. علما قيس عيسى عبد الله أي خاف اليوم هو وايد نسحق. علما أن هذه الرسالة قومت علميا من قبل أستاذ مساعد الدكتور شيماء وهيب خضير كلية فنون جميلة جامعة بغداد، والأستاذ المساعد الدكتور رائد عبد الأمير منصور كلية فنون جميلة جامعة بغداد، وقومت لغويا من قبل المدرس الدكتور غسان نجم عبد الله جامعة البصرة كلية التربية للبنات. الزملاء الأساتذة والأصدقاء الحضور، سعدتم صباحا، و نرحب بالأستاذ المساعد الدكتور صاحب بزيارته الميمونة إلى كلية فنون الجميلة والمساهمة في رفد وتعزيز هذا الجهد العلمي للباحث هاشم. ونقدم الآن نبذة عن سيرة الباحث العلمية في كلية الفنون الجميلة. الاسم هاشم زكي محمد علي حمادي السلمان، تولد 79 البصرة، بكالوريوس كلية فنون جميلة جامعة البصرة قسم الفنون التشكيلية رسم، تخرج عام 2003-2004، شارك في معارض الكلية التي أقامتها بمراحله الدراسية، لديه معرض شخصي الرسم بالحرق على الخشب، وتعين على مركز علوم البحار جامعة البصرة في 2006، شارك في المؤتمرات التي أقيمت في مركز علوم البحار كمصمم لشعارات والبوسترات في المؤتمرات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية.
عمل كمسؤول إعلام في المركز لمدة 13 سنة، أحد أفراد فريق الغوص العلمي التابع لمركز علوم البحار، حاصل على شهادة دولية من جامعة فرايبروغ الألمانية كمصور تحت الماء. تم تكليفه بمهام تصميم بوسترات وشعارات للعديد من المؤتمرات وورش العمل لأغلب كليات جامعة البصرة، وعهدته طالبا متميزا دؤوبا يواصل في اكتساب المعرفة، لا يمل ولا يجزع من سلطة المشرف القصري عليه، وخاصة أني متطلب كثيرا وكان مستجيبا، وهذا يميز الباحث الجيد. بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي العربي الأمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا أنهي دراستي هذه أرى من الواجب علي أن أتقدم بالشكر لصاحب الفضل والمنة الباري عز وجل لما أنعم علي بنعمتي إتمام هذه الرسالة. اللهم أني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم أني أستودعك حلما يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني به، من ترك أمره إلى الله أعطاه الله ما يتمناه. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخيرني. أرحب بالأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المحترمون والحضور الكريم، أرحب بكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم والعرفان الكبير إلى أستاذ الفاضل الدكتور قيس عيسى عبد الله لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة ومتابعتها لي طوال مدة الدراسة والبحث، فلم يبخل علي بوقت ولا معلومة ولا جهد، إذ كان نعم الأستاذ الناصح سائل المولى أن يديم عليه العافية والموفقية والنجاح. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية الفنون الجميلة المتمثلة بعمادتها، وإلى قسم الفنون التشكيلية المتمثلة برئاستها وأساتذتها جميعا، وأتقدم بالشكر لجميع من قدم يد العون ولكل من له الدور الجاد في دعم مسيرة العلمية والمساعدة خلال المراحل السابقة. ملخص البحث: تتناول الدراسة الحالية الموسومة بالدلالات الشكلية لعناصر البيئة في العلامة التجارية للمؤسسات العربية أهمية الرموز والأشكال البيئية في رفد حقل الفن بالمفردات التي من شأنها أن تعزز وظيفتها في تجسيد عمل فني، بدءا من الممارسات الأولى للإنسان إذا اعتمد على المفردات الرمزية والعلامات البسيطة لسهولة استيعابها والعمل بها، إذ يمكن القول أن الفن يستوعب أحداثا ويختزل ويكثف المواضيع عن طريق التصميم، ومن خلاله نستدل بالرموز والإشارات الدلالية الواضحة عن طريق العلامات التي تخضع للاتفاقيات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر في حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية. كما توجد عناصر بيئية متفق عليها وأنها تعبر عن مكان وزمان معين لمنطقة ومدينة ما، لأنها تعد لغة تواصل، وعن طريق التصميم الذي يؤدي دورا مهما وملحوظا بالإضافة إلى رؤية المصمم الفنية والمعرفية. إن العلامة التجارية بمختلف أشكالها يجب أن تحظى برضا المجتمع وخلق نوع من الجاذبية والمتعة لجذب المستهلك، وهذا هو هدف الفنان والمصمم. وفي هذه الدراسة نوضح آليات التصميم وكيفية توظيف الدلالات والعناصر البيئية في تنفيذ العلامة التجارية على وفق الأسس والقواعد الجمالية، وفي ضوء ما طرح مسبقا يرغب الباحث بدراسة أهمية الاستعارة والتوظيف وتحويل الأشكال الجاهزة من البيئة إلى دلالات مفاهيمية لتحويلها إلى خطاب جماهيري برؤية جمالية ذات بعد تسويقي وظيفي. إذن نحن في صدد الكشف ودراسة آليات البنية والاستعارة والتوظيف لعناصر البيئة، وهل يمكن صياغة هذه العناصر وفق نظام علمي محكم إلى الأنساق الفنية ذات السمات الأكاديمية لصياغة العلامة التجارية في المؤسسات العربية. تضمنت الدراسة أربعة فصول: الفصل الأول الإطار العام للبحث الذي يشتمل على مشكلة البحث وأهمية البحث والحاجة إليه حول دراسة الأطر المعرفية المستمدة من عناصر البيئة والإفادة منها في تعزيز مستويات القراءة الجمالية في تصميم الشعارات وآليات إنتاج وتصميم العلامة التجارية، بالإضافة إلى أن البحث يهدف إلى دراسة دلالات العناصر البيئية وآليات بنيتها التشكيلية في تصميم العلامة التجارية للمؤسسات العربية. أما حدود البحث الموضوعية: توظيف العناصر البيئية كاستعارات شكلية لتوصيل المعنى وبناء الشكل البصري الخاص بالعلامة التجارية، والحدود المكانية في الوطن العربي والحدود الزمانية من عام 1987 إلى عام 2023، بالإضافة إلى تحديد المصطلحات كما شمل الفصل الثاني
الإطار النظري للدراسات السابقة والدراسات السابقة. ثلاث مباحث: المبحث الأول مفهوم الدلالة ومفهوم الأشكال البيئية وعلاقتها بالإنسان، أما المبحث الثاني الدلالات الشكلية في العلامات التجارية العالمية مهاد تاريخي، وتضمن المبحث الثالث آليات توظيف الدلالات الشكلية في العلامة التجارية. أما الفصل الثالث فإجراءات البحث، تضمنت إجراءات البحث من خلال مجتمع البحث وتحديد عينة البحث وعرض تحليل العينة من خلال المنهج الوصفي والدلالي السيميائي لتحليل العينات. بعدها جاء الفصل الرابع النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها الباحث، ومنها أن الإنسان جبل على ابتكار رموز تسهل من فاعلية الخطاب والتواصل بين بني البشر. ثانيا الفنان والمصمم لم يكتفي بالتقليد الحرفي والنصي مع كل ما يحيط به، بل ابتكر دلالات وأشكال تتوافق مع أفكار عصره وتتطابق مع متطلبات حياته. ثالثا التصميم لم يعد على التصميم لم يعتمد على الاستعارة فقط، وإنما على الفكرة وطريقة التنفيذ، لذا استوجب أن تتوافر في التصميم المعرفة التخصصية والدراية الكافية بمعارف أخرى كالبرامج والتطبيقات المهارية اليدوية والحسية والتكنولوجية. ومن خلال تلك النتائج توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية: هناك شروط مهمة يجب أن يراعيها المصمم قبل المباشر بالتصميم، وهي التغذية البصرية من خلال الاطلاع على كل ما يمكن الاطلاع عليه من تجارب سابقة قبل المباشر بتنفيذ أي تصميم. ثانيا التقنية المعاصرة أحدثت تغييرا كبيرا في مجال التصميم، فمن خلال البرامج المتخصصة في مجال التصميم في مجال تصميم العلامة التجارية سهلت للفنان والمصمم إنجاز العمل بسرعة أكبر ودقة أعلى، فهي تتيح للمصمم أن يحول المخططات اليدوية إلى مخططات رقمية أو أن يقوم بالعمل مباشر بالتصميم في تلك البرامج، لأنها توفر الأدوات اللازمة لعمل الشعارات. وختاما المصادر وملحق الأشكال والمخططات ومجتمع البحث بالإضافة إلى الملخص باللغة الإنجليزية. الدلالات الشكلية هذا خلينا نقول يعني متغير واحد، وعناصر البيئة متغيرين، في العلامة التجارية هاي ثلاثة، في المؤسسات العربية هاي أربع متغيرات. أنت عندك يعني كم منهج؟ منهج واحد مو؟ وصفي. أي زين، هذا شو كاتب هنا؟ باستخدام المنهج الوصفي أوكي، بالثاني بالاستخدام المنهج السيميائي كإطار مرجعي نقدي أعمال فنية. منهجين لو منهج واحد مو يصير واحد ياخذ منهج الإطار النظري؟ بس فهمني هذا التقسيم، أنه ترجع مفهوم الأشكال البيئية رجعتها حضاريا واجتماعيا ودينيا وسياسيا وجماليا، كلهن استوفيتهم بالتحليل بالعينات. حسب الشعار يتكون من علامة ويتكون من شكل ويتكون من دلالة إلى آخره. أنت أخذت مجموعة من الشعارات ومن ضمنها شعارات حكومية مؤسساتية وحللتها، شئنا أم أبينا العلامة تشكل حضور مهم ومرتكز مهم في الفن المعاصر، ونحن الآن أبناء الآن. الفن تغير، اللوحة المسندية تغيرت، اللوحة المتحفية تغيرت، أصبح الشعار والتجارة واللوك، وأصبح التسويق ورأس المال والتداول هو من أسس الفن المعاصر. شكرا السيد رئيس الجلسة أستاذ دكتور تحرير، وإلى الأساتذة الأفاضل على إبداء آرائهم، وأكيد هذه بعض الآراء مدونة بقلم الرصاص في الطبعات السابقة، وأعتقد أنه ببعض الطباعات الطالب من يرجع راح ينسى بعض التأشيرات، واتكررت أكو أخطاء فعلا يعني صائبة ومهمة من قبل لجنة المناقشة، وسوف يؤدي الطالب واجبه بتعديل هذه الهنات البسيطة إن شاء الله. احنا في صراحة كثير من المداخلات، عليكم السلام، ممكن توضيحها وطريقة الكتابة الجديدة. الأطاريح والرسائل الماجستير وبنقاش يعني مستفيض في كثير من الجامعات سواء العراقية والعربية، وتتغير الدراسات، لكن احنا ما زلنا على الأنماط القديمة أو نمط واحد
على قولة دكتور بلاسم الله يرحمه، يقول احنا عندنا كوبي بيست، اجت الرسالة تطلع نفس الرسالة قبل 20-50 سنة، المشكلة نفسها تغير، تقدم بالسطر وتنهي القضية. يقول لا، هو الفصل الأول حتى ب يعني جلسات يعني مستفيضة حول المنهجية، هل الفصل الأول هو عبارة ورقة ونص؟ يقول ماكو، ما معقولة الفصل الأول تكتب ورقة ونص، فصل يعني يتكون من ورقة ونص. فإحنا حاولنا بهذه الرسالة انقسام الرسالة إلى جزئين مهمين، جزء فني هو التصور الفني بإنشاء هذه الرسالة، والجزء الآخر اللي هو العلمي الأكاديمي. فالفصل الأول تكون من 10 صفحات، يعني متعوب عليه، مو سطر واحد نكتب للمصطلح نعرفه، ولا نقول الجانب الحدود سطر واحد للموضوعي أو لتحديد الزمكاني أو لتعريف إجرائي واحد. استفادنا بتعريف الإجرائي، شفنا أكثر من مصدر يفيد التعريف الإجرائي، فأخذنا تقريبا صفحة أو صفحة ونص بتعريف إجرائي حتى نوصل إلى التعريف الإجرائي الذي ممكن أن يتبناه الباحث كآلية في كتابة هذا البحث، ومن ثم تحليل نماذج العينة. هذا بالنسبة للفصل الأول. الصور الموجودة بالفصل الأول يعاب على كليات الفنون الجميلة إنها تكتب ولا تستذكر الأعمال الفنية إلا في صفحة 60 أو 80 في نهاية الإطار النظري، ويشبع الإطار النظري دراسات من حقول المجاورة، وننسى حقل الرسم أو حقل الفنون التشكيلية. وهذا كثير من المناقشات اللي تصير في العراق تحديدا، يعاب أكثر من مرة أنه لماذا يخلو الإطار النظري، أو بدءا لماذا لم تضع أي عمل فني في الفصل الأول. وجود العمل الفني في المشكلة وما تلاها من أول صفحة هو قصدية أنه حاولنا في هذا الجهد أن يكون حضور للفن، واحد. اثنين، أن يعامل هذا على أساس منهجية الكتاب وليس على منهجية الرسالة التقليدية أو الرسالة التي درجت استخدامها في السنوات السابقة. وإحنا نريد الآن نحاول، صح التغيير لا يرضي الجميع، لكن خطوة جريئة، وهذه الخطوة الجريئة ممكن أن تؤسس إلى خطوات ثانية تغني وتطور هذا الحقل، عوض ما باقي منهجية فلان فاندالين وكذا. هي والمناهج الآن مثل ما تغير الفن تغيرت المناهج. أما بالنسبة لكتابة المصدر، دكتور ماجد الكناني الآن استذكرنا اسمه، في دراسة الدكتوراه في بغداد صارت لجنة في السيمينار ولجنة في إعداد أو كتابة أو موافقات الرسمية على العناوين وعلى المنهجية، فصير إلى أنه يكتب المصدر كالآتي: باللغة العربية اسم المؤلف واسم الكتاب ودار النشر والصفحة، اعتبار دعنا نكتب بالعربي، والصفحة والسنة بالأخير على وفق المنهج الأمريكي. لماذا؟ لأن في أخير التصنيف صاد ورقم يسبب إشكال في البحث، والآن تشوفون أنه أغلب المجلات العربية أو العراقية التحقت أخيرا بالمجلات العربية المحكمة، يقولوا له ترجم النص إلى الإنجليزية، وهسه بلشت كليتنا بهذا الشيء، فرح يصير أنه لازم تكون السنة في الأخير. لماذا؟ لأنه هو التصنيف الإلكتروني راح يصير، من تخلي الصفحة بالأخير راح يصير إشكال مع المناهج العالمية، لأن راح ندخل أجانب يدخلون على أساس مو، راح يصير بالتصنيف العالمي دخلت كلية فنون الجميلة ضمن هذا التصنيف، فالتصنيف الأمريكي التصنيف العفو الأمريكي إيجاد السنة في الأخير. هذا اللي إحنا اعتمدنا. السلام عليكم. حقيقة أنا دكتور أشكركم وأشكر حضرتك بالذات، لأن اليوم جيتنا وانت حضرتك صحتك شوي تعبان،
فهذا دكتور ونعم منك، واشكر دكتور صاحب تعنى السفر والتعب والبرد فجزاك الله خير. كذلك اشكر دكتور ابان اللي هم ما قصرت وقفت ويانا ايام السمينر، واشكر دكتور قيس السعه الصدره ورحابته واستقبالنا ببيته رغم انه هو الدكتور عنده بناء وعنده ظروف شويه فما قصر. اي والله انا احس بروحي محظوظ من صار دكتور قيس هو المشرف مالتي، واشكر الحضور جميعا. واليوم صراحه بحضور الكابتن كابتن حسين غازي دكتور في مركز علم البحار احس انه اليوم مادي موجود بحضور الكابتن. اي والله فالله يحفظكم جميعا وشكرا لكم. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، شكرا لكم، شكرا جزيلا. محضر مناقشة رسالة الماجستير في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية شهادة الماجستير. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي ذي العدد 7/18/349 والمؤرخ في 15/10/2023 والمؤلف من السادة الأستاذ الدكتور تحرير علي حسين فنون التشكيلية جامعة البصرة رئيسا، الأستاذ المساعد دكتور صاحب جاسم حسن فنون تشكيلية رسم جامعة بغداد عضوا، الأستاذ المساعد دكتور بان محمد علي حسين فنون تشكيلية رسم جامعة البصرة عضوا، والأستاذ المساعد دكتور قيس عيسى عبد الله فنون تشكيلية رسم جامعة البصرة عضوا ومشرفا، لمناقشة طالب الدراسات العليا هاشم زكي محمد علي حول رسالته الموسومة الدلالات الشكلية لعناصر البيئة في العلامات التجارية للمؤسسات العربية، واستنادا إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوعه واستيعابه ودفاعه عنها اتخذت اللجنة التوصيات التالية: أولا قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها والمثبتة طيا وبدرجة امتياز.